هو علموني، كان ما اشرب، هو علموني. بس كل ما يروح الشغل يجي ما يجيب مصروف. اول مره ما عرفت، قلت ابني ليش ما تشتغل؟ قال يمه ماكو شغل. هذاك اليوم شباب جو علي قال حبوبه تعرف ليش ابنك ما يشتغل؟ قلت ليش؟ قال والله ابنك يجيب مصروفه هوايه بس يشرب نرجيله ويشرب جقاير. وانا اشتري فلوسي واعطيهم فلوسي. فلوسي بس قد تشتري نرجيله ولا 15 20 يوم. يعني تشتغلون تروحون تشترون نرجيله تشربون.